الحمد لله الرالي كان كثير منيح، بلش شوي هيك صعب بالخصوص لانه عبده وقف باول ستيج، اكيد كانت راح تكون الكومبيتيشن كثير كثير اقوى لو كفى، بس هيدا اللي ريح الفرق، والحمد لله كنا عم نحط وقت بكل ستيج كثير منيح، ما عملنا اي غلطه بالرالي، كان كل شيء تمام الا اخر ستيج عملنا سبن اكيد قدام الكاميرا عندكم، وغير هيك الحمد لله مثل ما قلت لك كان كل شيء منيح. اكيد بقول ثانكس لفريق موتور تيون يعطيهم العافيه، مثل كل رالي يعني بيشتغلوا شغل يعني اكثر من متوقع، وليك الريزلت تبع كل درايفرز عنا كثير كثير منيح. اكيد بهدي هذا الفوز للجيش اللبناني، واقل شيء نعمله انه نحط شعار الجيش على سيارتنا، واكيد لانه هن عم يبذلوا كل شيء عندهم وحياتهم كرمال هالوطن، فاكيد بهدي هذا الفوز للجيش اللبناني.